متتبعي قناة المعرفة المختلفة روزيم، أنتم اليوم الحكم. حكم صادق على صلح بين الزوجين على الشكل التالي: التزام الزوجين بترك هاتفهما مفتوحين دون قفل، ترك الفيسبوك الخاص بهما مفتوحا مع السماح لبعضهما بمراقبة والاطلاع على هاتف الآخر وكذلك الفيسبوك، التزام الزوجة بعدم إقامة علاقات مع أشخاص غرباء ونساء مطلقات، التزام الزوجة بعدم نشر صور لها وحدها في الفيسبوك، وإنما يجب عليها نشر صور لها مع أبنائها وزوجها. هذا نص الحكم الصادر عن الغرفة العبرية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. هذا الحكم الذي صدر عن الغرفة العبرية التي تختص بتطبيق أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة باليهود المغاربة، وهذا يعني أن هذا الحكم المطبق على هذه النازلة يخص يهود مغاربة. طرحت منطوق الحكم على بعض الأساتذة الأصدقاء لإبداء الرأي. ما أطرح نفس الموضوع لإبداء الرأي من طرفكم سواء في التعليقات أو في المنتدى، وشكرا. تدخل أحد الأساتذة بالقول على أن المحكمة لم تفعل شيئا سوى أنها صادقت على الصلح، والصلح تم بين الطرفين الزوج والزوجة برضاهما وقبولهما بدون إكراه أو تدليس أو ما يفسد القبول والرضا، وبذلك يكون الصلح عقدا سليما، وهو بمثابة قانون ينظم العلاقة بين الطرفين في موضوعه. واسترسل النقاش، فتدخل أحد الأساتذة بقوله بأن هذا الحكم هو في نظره مجرد إقرار وإقرار للشك القائم وليس صلحا، فالأصل أن لكل منهما خصوصياته، والأصل هو بناء الثقة، فالأصول الشرعية تؤكد على بناء الثقة بين الزوجين وتسعى لسد أي باب يدخل منه الشك على العلاقة الزوجية. وجاء بحديث عن حديث جابر رضي الله عنه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوه أم لا. وأضاف الأستاذ والأخ الكريم أن دخول هذه الوسائل التواصل هي كالبيوت، الاطلاع عليها قد يجد فيها الزوجة أو الزوج ما يفسد علاقتهما، خاصة إن كان الأطراف ذوي النية الحسنة، إلا أنه قد يصادف أو يصادف اطلاع أحدهما على هاتف الآخر وصول رسالة سيئة من شخص آخر، مما يخلق المشاكل بينهما. وأضاف آخر بأن هذا حكم شرعي إسلامي، فلا يمنع أن يطبق على غير المسلمين وإن كان الحكم الصادر يتعلق بغير المسلمين. وأضاف آخر بأن هذه تعتبر وساطة قضائية لفض النزاع بين زوجين يهوديين. متتبعي الأوفياء، يهمني دائما رأيكم، مع العلم أن هذا الحكم صادر عن الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وهي تختص بالأحوال الشخصية العبرية لليهود المغاربة من زواج وطلاق وإرث ووصية وهبة. إذن أخواتي أخواني، وأنتم تعلمون بأنه فيما قبل كانت هناك 15 وما يفوق 15 محكمة عبرية مختصة بقضايا اليهود المغاربة، والآن أصبحت غرفة عبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
إلى هنا متتبعي قناة المعرفة المختلفة روزام، أبرم لكم موعدا في لقاء آخر وموضوع آخر بإذن الله.